يعني حظيت التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بالكثير من الزخم على مختلف منصات التواصل، واهتمام رقمي واسع عبر المنصات المحلية والعربية والدولية. في حلقة اليوم سنتحدث مع السيد عبد الرحمن الحسامي، المدير التنفيذي لمؤسس لشركة مكانة 360 للاتصال الاستراتيجي لتحليل هذا التفاعل. أهلا بك سيد عبد الرحمن. يعني شاهدنا هذا الزخم الكبير منذ 7 أكتوبر الماضي وحجم التفاعل الهائل عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. دعنا نحلل هذا التفاعل في الحرب على غزة. شكرا لك أخي محمد. فعلا هناك حرب أخرى، وهي الحرب الإعلامية وحرب الرواية، ومن ينتصر بالرواية نعم. له سيكون دور أكبر بنشر ودعم أكبر عالميا. بالفترة الماضية يمكن نعم. ممكن من خلال السلايدات هلا بنشرحها بشكل أكبر. بالفترة الماضية كان في هناك جمعنا كل شيء يتعلق بالحرب على غزة، كل تفاعل، كل منشور، كل مقال كتب من جميع المنصات الرقمية، من جميع المنصات سواء كانت على السوشيال ميديا نعم. أو على مواقع الأخرى نعم. تقريبا 1.3 مليار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تم جمعه. عم نحكي عن 6.1 مليار تفاعل. هون بنحكي التفاعل، اللايك، الشير والتعليق نعم. عم نحكي عن 31 مليون خبر كتب ومقال في هالفترة. بنشوف المنحنى البياني نعم. كيف تم في تصاعد بأكثر من مراحل، سواء كانت بمستشفى المعمداني ببدء الهجوم البري والبربري واحتجاجات من حول العالم، اقتحام مستشفى وبرضه ببدء الهدنة. ولكن في الفترة تقريبا آخر 3 أسابيع تم انخفض التفاعل نعم. ولكن بقي متوازي، لم ينخفض كثيرا نعم. لو نروح على السلايد الثانية نشوف سلايد 2 نعم. لو ننتقل إلها راح نشوف من وين تقريبا كان التفاعل جاي. بنشوف أنه عدة لغات زي الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، المغرب العربي، الهند، كان من أكبر الدول، فرنسا من أكبر الدول التي جاء منها التفاعل. فهناك دول أوروبية ودول زي الولايات المتحدة، دول عربية. اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكبر إنشاء للمحتوى الرقمي حول الحرب. لذلك تفاعل الأردنيين بعد قليل نحكي عنه بشكل نعم. أكبر. تفاعل الأردنيين باللغة الإنجليزية بالفترة بداية الحرب كان لغة عربية، ولكن بعد وهذا شكل ربما نقطة أساسية في تغيير الرأي العام نحو نعم الرواية الفلسطينية، ومن خلال استخدام المنصات التي يستخدمها الآخر نعم. سواء إكس أو منصة إنستغرام. نروح نعم. على سلايد 3 ممكن نعم. بسلايد 3 إحنا هنا تحدثنا بشكل أكبر حول توزع الرواية نعم. لمن كانت الرواية. بالأسبوع الأول بنلاقي 54% كانت الرواية داعمة للاحتلال نعم. لرواية الاحتلال. بالأسبوع الأخير بنلاقي 60% تقريبا داعم للرواية الفلسطينية. عم نحكي بخلال هاي الفترة مجموع كامل 56% داعم للرواية الفلسطينية. عدة نعم. أحداث أثرت على المنحنى بحيث أنه صار في دعم أكبر، سواء الإجرام، القتل اللي بيصير، حرب الإبادة اللي عم يقوم فيها البروباغاندا الكاذبة التي يصنعها الاحتلال نعم. برضو كان لها تأثير. نروح على سلايد 3 بشكل سريع نعم. يعني الملاحظة يعني فعلا أحداث مهمة حدثت خلال الأشهر الماضية حولت الرواية لصالح الرواية، ولكن لا زال الإعلام مسيطر، الإعلام على الرواية الإسرائيلية، الإعلام عم نحكي الإعلام التقليدي نعم. مسيطر على الرواية الإسرائيلية. ولكن على مواقع التواصل الاجتماعي لا زالت الشعوب تدعم الرواية الفلسطينية. لو نروح على السلايد اللي بعديه بشكل أكبر لنرى كيف توزع عالميا. هناك فعلا تغير عالمي. نروح السلايد اللي بعديه بنلاقي في تغير على الخارطة العالمية بشكل أكبر وكبير جدا حول التفاعل من جميع نعم. هاي الخارطة التغطية نعم. التفاعل العالمي زي ما انت شايف بالولايات المتحدة عم بكون هناك انقسام بالشارع. بالبداية الحرب كان كله تقريبا 75% من داعم للرواية الإسرائيلية نعم. نروح على السلايد البعدي حتى نشرح بشكل مفصل أكثر. احنا السردية تختلف، نجد أن المحتوى بشكل عام بدأ ينتقل لمحتوى داعم
ونشر كبير، لذلك يجب أن نبقى ننشر ولا نتوقف على النشر. لاحظت أنه في الكثير من المقاطع على منصة تيك توك تحديداً، وهل نعم. هل تعتقد أنه فعلاً أن المنصة ساهمت في دعم الرواية؟ منصة تيك توك، منصة تويتر إكس كان لها دور كبير نعم. جداً لعدم وجود محددات ألغوريثم، خوارزميات تحدد من الوصول أو الريتش نعم. اللي بوصل صحيح. للجمهور. نروح على السلايد اللي بعديه، ممكن نحكي بشكل تفصيلي أكثر. حتى كمان أردنيا كان هناك دور كبير للأمانة. هذه الهاشتاجات الهاشتاج Free Palestine قبل الحرب ما كانت موجودة، اليوم موجودة Free Palestine. الرواية اليوم أصبح العالم يبحث عن فلسطين بشكل أكبر، ينشر عن فلسطين بشكل أكبر، وانتشرت بشكل أكبر. هناك حرب روايات منتصرة فلسطين فيها. نعم، وهذه أغلب الهاشتاجات كما نرى نعم التي استخدمت خلال هذه الأشهر الماضية. الماضية نعم. الآن أردنيا محليا كيف تفعل الأردنيين نعم. أنشأوا تقريبا 13 مليون منشور، وهذا رقم مهول وكبير جدا. نعم. المعدل عشان تخيل أستاذ محمد، المعدل الشهري للإنشاء المحتوى في الأردن تقريبا يراوح ما بين 4.5 إلى 5 مليون شهريا. نعم، فهذا الرقم محتوى. هذا الرقم خلال شهرين جداً. تقريبا كبير جدا، عم نحكي عن 170 مليون تفاعل أردني، 100,000 تقريبا خبر ومقال ومنشور، ونحكي هنا تقريبا كل وسيلة أنشأت من نحكي 1700 خبر سواء كان مكتوبة أو مرئية أو مسموعة. نعم صحيح. نعم. نروح على السلايد اللي بعدي، نحكي هنا عن اللغة، اللغة الإنجليزية المستخدمة. نعم. اللغة الإنجليزية كان الأردنيين لهم دور كبير. بداية الحرب زي ما تحدث اللون الأحمر هو اللغة الإنجليزية، لم يتحدثوا، تحدثنا مع أنفسنا. بعد ذلك أدرك الأردنيين أنه يجب أن يكون هناك حديث أكثر باللغة الإنجليزية. نعم. لذلك ارتفع. لنروح للسلايد اللي بعديها إذا تكرر. هذا شيء للأمانة مهم جدا في أن نعلم أن تقريبا يعني 35% من المحتوى اليوم الذي ينشأ باللغة الإنجليزية أردنيا، وهذا شيء جدا مهم جدا. نعم. السلايد اللي بعديها ممكن اذهب. وهون كان في تحدث بشكل أكبر اليوم الأردنيين، وهنا جزء أساسي يجب أن أردنيين صوتهم وصل للعالم، صوتهم الرسمي أو صوتهم الشعبي وصل للعالم، وصلوه، ونحكي عن الرواية الرسمية تصل للولايات المتحدة، جميع دول العالم. هذه الخارطة الحرارية، الخارطة الحرارية تبين لنا كم هناك حجم كبير من المحتوى الأردني ينشر عالميا. لو نروح على السلايد اللي بعديها يعني نتحدث بشكل ايضا أكبر. اضافه تاكيدا جهود رسميه بذلت كبيره جدا في عمليه ايصال الصوره، زيارات جلاله صحيح. الملك، مقابلات جلاله الملكه، مقابلات معالي وزير خارجيه. نعم. الصوت للشعب الاردني في من خلال التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان له دور كبير. الآن سوف نتحدث عن جزئية الإضراب العالمي الذي حدث، وأيضا نال وحاز تفاعلا واسعا عبر مختلف منصات التواصل. احنا جمعنا الحوارات اللي بتتحدث عن الإضراب العالمي وعن جمع التبرعات لأجل غزة. نعم. من خلال تقريبا فترة من 7 كانون، بنحكي 7/12 ل16 ليوم أمس. نعم. وللأمانة وجدنا هناك عالميا تقريبا عم نحكي عن 2.6 مليون حوار كتب عن الإضراب العالمي. نعم. خلال هذه الفترة فترة. ويوم الإضراب كان هو تقريبا 50% من المحتوى، أي الحديث عن المحتوى. 7.7 مليون تفاعل، عم نحكي عن لايك، عن شير، عنه عالميا. لو ننتقل للسلايد اللي بعديها ونشوف من وين إجا التفاعل بشكل نعم. أكبر، نجد أن تركيا كانت بدرجة أولى ينشر فيها. نتحدث عن الإضراب العالمي. نعم، هنا نعم. نتحدث حول الإضراب. نعم. نعم. تركيا كانت جزء كبير، المغرب العربي، الولايات المتحدة بشكل كبير، دول عربية كان فيها صوت كبير. اللغة الإنجليزية كانت تقريبا عم نحكي عن 30% و 26% من اللغة التركية. لو ننتقل للسلايد البعدي كان في شيء ملحوظ. نعم. يعني هلأ ممكن نوضحه بشكل أكبر. ننتقل للسلايد اللي بعديه، ممكن يبين. شوف السلايد اللي بعده. نعم، هذا أيضا هاي الهاشتاج اللي كانت تطالب بالإضراب من حول العالم. لو تلاحظ أغلبها عربية. نعم صحيح، ولكن الإضراب أنشئ من لغة غير عربية،
وانشئ وانتشر بلغه غير عربيه. احنا يعني عم بنحلل وبنحاول نفوت بشكل اكبر. صحيح. نيجي على السلايد اللي بعدي. عالميا زي ما بنشوف التركز في المنطقة العربية على الإضراب، وحتى محليا أردنيا كان في هناك تركيز أكبر، ولكن الشعوب التي طالبت حكوماتها بأخذ موقف أكبر لم نجد الإضراب فيها تفاعل بشكل كبير. لو نروح على السلايد اللي بعديها، وهنا شيء كثير مهم أنه نحاول إحنا نحلل نشوف يوم الإضراب في الأردن. في الأردن تقريبا 90,000 منشور كتب حول الإضراب. نعم. في هاي الفترة هنحكي عن 430,000 منشور تفاعل بفترة. نعم. التحليل. نعم. لما نيجي على السلايد اللي بعديها وهي كم حجم المحتوى المنشأ وطبيعته، نجد أن أكثر السلايدات تتحدث عن الإضراب ومنشورات حول الإضراب. نعم. حتى نعرف إحنا نحلل بشكل أكبر ونطلع على الدول الأخرى، وجدنا الدول الأخرى مثل تركيا، الولايات المتحدة، أوروبا لم تنشر مثل هذا النوع من المنشورات. بالعكس، لو ننتقل للسلايد. نعم. اللي بعديه، السلايد اللي بعديه منشوف هذا في تركيا. في تركيا 774,000 منشور نشر بتركيا، ولكن لما ننتقل للسلايد اللي بعديه نجد أن المحتوى المحتوى. نعم. لم يتحدث عن الإضراب، بل فقط دعوات عن الإضراب. ففي الأردن كان هناك الحديث منشورات عميقة تتحدث عن الإضراب، ولكن هنا المطالبة فقط. نعم. في الإضراب، ولم نجد في تركيا يعني انتشار للإضراب لضيق الوقت، لكن بقي لدينا هذه لو ننتقل للسلايدات اللي آخر سلايدين. نعم. لو ننتقل لآخر سلايدين سريعا هذا حجم التفاعل في الولايات المتحدة وأوروبا. السلايد اللي بعدي بعد إذنك، احنا هون سنتحدث عن وجدنا عند التحليل بالسلايد الاخير. نعم. نعم. السلايد الاخير عن مقارنه ما بين الطلب الاضراب وجمع التبرعات. اليوم طلب الاضراب كان اكبر الحوار عنه، بنفس الفتره قارناه مع جمع التبرعات لاجل. نعم. الاهل في غزه. ايهما افضل؟ التبرعات للاهل في غزه، ونضغط باتجاه. نعم. ايصال هذه التبرعات ام لا؟ الملحوظ هنا آخر سلايد يعني. نعم. نتحدث عنه، ملحوظ أن المنطقة العربية كانت يتحدث أكثر فيها عن الإضراب، ونحكي عن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية نجد أن جمع التبرعات والطلب بجمع التبرعات كان الحديث أعلى. عنه أعلى. أعلى. وأعتقد أن يجب أن يكون هذه يعني التشارت هاي لازم تكون يمكن في العكس. والرسم البياني يجب. صحيح. أن يكون مقلوب. صحيح. نحن يجب يعني أن نكون يعني ندعم وننشر بشكل أكبر لجمع التبرعات. صحيح. وليس العكس. وللأسف نجد ذلك بالولايات المتحدة. نعم. ولا نجد يعني. أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات، ونعتذر لضيق الوقت لك.